انطلقت الآن الجياد في شوطها الثالث على جائزة اللاعب العجلين الدوسري رحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط للجياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات، الجياد التي لم تكسب، ويقام على مسافة 1600 متر، قيمة الجائزة 18,000 ريال. الصدارة الآن للأيمن في المركز الأول، الأيمن من الداخل متقدم، وكلك نظر في المركز الثاني، وأيضا جودة جواد في المركز الثالث، وأيضا يجب في المركز الثالث الآن متقدم بفارق عن جودة جواد، والصدارة للأيمن في المركز الأول. المركز الثاني للجواد كلك نظر، ومحاولات أيضا من قبل جودة جواد للتقدم الآن على يجب بالفعل في المركز الثالث، والصدارة لمن مع دخول جودة جواد، ويجب الآن لمنافسة قوية مع الأيمن، وأيضا كلك نظر مع المنعطف الأخير دخول رباعي على طريق المستقيم، والصدارة للأيمن، الأيمن في المركز الأول من الداخل، محاولات من كلك نظر ومن يجب ومن جودة جواد، والأيمن المركز الأول، محاولات للابتعاد كما تشاهدون آخر 200 متر، الأيمن متصدر في هذه اللحظات ويحاول محافظة على صدارته، يجب في المركز الثاني، الأيمن المركز الأول، الأيمن إلى خط النهاية معلنا فوزه بالمركز الأول. ألف مبروك.